المواضيع التي تشكل مشتل أفكار سمية مسرور الإبداعية. هناك كثير من المواضيع التي يمكن أن نتحدث عنها لأن جميع المواضيع هي مهمة بالنسبة للمجتمع وبالنسبة أن نتطرق إليها، كمشكل الإعاقة، كحضور المرأة، كوضعية الأطفال في المغرب، كالتعليم، هي كلها مواضيع مهمة للغاية نستطيع أن نجدد فيها، أن نرى كيف تتعامل معها الجهات المعنية وكيف يتصرف مع المجتمع بشكل عام. لهذا دور الكاتب هنا هو مواكبة هذه الأحداث، هي رؤيتها، هي الالتفات إليها، بما أن القراءة أو الكتابة هي عامل مهم في تكوين الفكر، تكوين أيضا المفهوم الإنساني لدى الناس.